بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. أنا المسكين المدعو لنعمة الكهنوت على المذبح المقدس في كنيسة الله. أنا المسكين المدعو لنعمة الكهنوت على المذبح المقدس في كنيسة الله. أتعهد أمام الله رب الأرباب وراعي الرعاة. أتعهد أمام الله رب الأرباب وراعي الرعاة. وأمام ملائكته وقديسيه وأمام أبي قداسة البابا المعظم الأنبا تودروس الثاني. وأمام ملائكته وقديسيه وأمام أبي قداسة البابا المعظم الأنبا تودروس الثاني. وشركائي في الخدمة الرسولية الآباء الأساقفة الحاضرين معنا. وشركائي في الخدمة الرسولية الآباء الأساقفة الحاضرين معنا. وأمام الإكليروس وكل الشعب. وأمام الإكليروس وكل الشعب. بأن أثبت على الإيمان الأرثوذكسي إلى النفس الأخير. أثبت على الإيمان الأرثوذكسي إلى النفس الأخير. وأن أحترم قوانين الكنيسة المقدسة. وأن أحترم قوانين الكنيسة المقدسة. وأحافظ على تقليدها وطقوسها وتعليمها. وأحافظ على تقليدها وطقوسها وتعليمها. وأن أبذل كل جهدي في تعليم الشعب الإيمان السليم. وأن أبذل كل جهدي في تعليم الشعب الإيمان السليم. وقيادته في حياة القداسة والبر. وقيادته في حياة القداسة والبر. وأكون أنا نفسي قدوة في كل عمل صالح. وأكون أنا نفسي قدوة في كل عمل صالح. وأتعهد بأن أحب الرعية. وأتعهد بأن أحب الرعية. وأعاملها بالرفق والحكمة. وأعاملها بالرفق والحكمة. وأبذل ذاتي في افتقاد الشعب. وأبذل ذاتي في افتقاد الشعب. والاهتمام به من كل ناحية حسب طاقتي. والاهتمام به من كل ناحية حسب طاقتي. وأن أبحث عن الضال وأسعى لرده. وأن أبحث عن الضال وأسعى لرده. وأجمع خراف الله المتفرقة. وأجمع خراف الله المتفرقة. ولا أغفل عن العالم والمنطرحين. ولا أغفل عن العاجزين والمنطرحين. والذين ليس لهم أحد يذكرهم. والذين ليس لهم أحد يذكرهم. وأن أكون طويل الروح. وأن أكون طويل الروح. واسع الصدر في معاملة الناس. واسع الصدر في معاملة الناس. ولا تكون لي جماعة مختارة بل أهتم بالكل. ولا تكون لي جماعة مختارة بل أهتم بالكل. وأتعهد بأن أضع صالح الكنيسة فوق كل اعتبار. وأتعهد بأن أضع صالح الكنيسة فوق كل اعتبار. وأن أبعد عن محبة المال. وأن أبعد عن محبة المال. ومحبة النصيب الأكبر. ومحبة ولا أتعالى على الشعب. ولا أهملهم ولا أكلفهم بما لا يطيقون. ولا أهملهم ولا أكلفهم بما لا يطيقون. ولا أمرهم بما يخالف وصية الرب. ولا أمرهم بما يخالف وصية الرب. ولا أرفض التائب إذا رجع ولا أقصر في خدمة أحد منهم. ولا أرفض التائب إذا رجع ولا أقصر. أتعهد بأن أخضع لرئاسة الكهنوت ممثلة في قداسة البطريرك. ممثلة في قداسة البطريرك. وأطلب من الرب أن يهبني قوة. وأطلب من الرب أن يهبني قوة. بصلواتكم. بصلواتكم. حتى أقوم بهذه المسؤولية الخطيرة. حتى أقوم بهذه المسؤولية الخطيرة. وأؤدي بأمانة كافة ما يتطلبه مني عمل الكهنوت. وأؤدي بأمانة كافة ما يتطلبه مني الجليل. صلوا عني يا أبائي وأخوتي القديسين. صلوا عني يا أبائي وأخوتي القديسين. هامة طنية لكم جميعا. نسجد ناحية الشرق، ناحية بحري، للأباء، وهنا إبلي، الشمامسة، والغرب للشعب. تفضلوا.